كتسولك سيدي على البشرة ديالها فيها الكلف. هي عايشة في العالم القروي وكتعرض بزاف الأشعة ديال الشمس وعندها الحساسية من الزبدة والبيض. باش تنصحها دكتور عماد؟ إذن نشوفوا شي حاجة اللي قريبة لها مشكلة الكلف والحساسية. نعم. إذن غادي ناخدو تاخد جوج معاوك كبار ديال المكور محكوك في مادة الميثيونين، مهمة ومفيدة للبشرة. إذن جوج معاوك كبار ديال المكور محكوك، جوج معاوك كبار ديال زيت الزيتون، لأن الزيت لأن هذيك المادة كتذوب في الزيت. إذن غندير جوج معاوك كبار ديال المكور محكوك، جوج معاوك كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة ديال الياغورت الطبيعي. باش المكور وزيت الزيتون وياغورت طبيعي. ياغورت طبيعي. ساهلين هادو، كاينين موجودين في المستطاع وفي المتناول. ما قالش دير معلقة صغيرة ديال الرايب البلدي، والناس غتستغرب، ولكن كنقول كذلك حتى الرايب البلدي ولا الياغورت ولا اللبن فهما مواد اللي فيهم بكتيريا اللي كتخمر، وهذيك البكتيريا كتفرز غازات اللي هو غاز الازوت، كتفرز مواد اللي مزيانه ومفيده للبشره ديالنا، بحال كتنقيها وكتصفيها. اذا كنخلطوهم غدهنهم على البشره ديالها وتخليهم مده ديال ساعه ثم تغسلها. هذه العمليه ديرها ثلاثه المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. الطريقه ديال زيت الزعفران في الدار. نعم. كيفاش نصايبوها؟ يعني اذا كيفاش نصايبو زيت الزعفران في الدار؟ فضروري خصنا نجيبو الزعفران حر، يعني ما يكونش زعفران اصطناعي او شي زعفران اخر. الثمن ديالو طالع، ولكن ناخذو حنايا شويه لان غنستعملو اصلا شويه. ناخذ واحد 6 ديال الشعيرات ديالو، من 6 حتى ل 7 كاع ديال الشعيرات ديال الزعفران، وغادي نديروهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون. غادي ندفيوها، ماشي نغليوها، نخليوها غير دفا شويه فوق العافيه في حمام مريم ونحيدوها. وهذيك الزيت نخليوها واحد 3 ايام باش نعطيو هذيك الماده السفراني، هذيك الماده اللي كاينه في الزعفران، نخليو لها المده فاش تذوب في هذيك الزيت لانها كتذوب في الزيت. اذا نعطيوها 3 ايام فواحد البلاصه، نحطوها في شي بلاصه ما يكونش داخل ليها الضو، ثم كنصفيو هذيك الزيت وكنحسو فوقاش ولا، وباش نعرفوا ان الزيت راه نيت ولات فيها، يعني ولات زيت ديال الزعفران. ديك الماده اللي قلنا ديال الصفخانين خصها تكون كتشم، الا شمينا الزيت ولقينا فيها ريحه الزعفران فهذا دليل ان هذيك الماده راه كاينه. مازال باقا شويه او ما ماشي قويه، نعاودوا نخليوها واحد اليومين اخرى، يعني اقصى حد نخليوها 7 ايام ثم يمكننا نستعملوا هذيك الزيت. عندي سؤال، بغينا وصفه هي ماشي ليا، لواحد الصديقه ديالي كانت مسالي من قبل بلاصه الخب، يعني عندها البشره ديالها شويه ما دهنيه ما هادي، وعندها واحد الحب كاين بلاصه الوجه ديالها حبوب، يعني الوجه ديالها بغات شي وصفه يعني مبيضه تفيد باش الحبوب اللي عندها في الوجه ديالها. واخا اذا باش يحيد دكتور عماد البشره ديالها شويه، يعني ماشي سمراء ولكن كتخرج فهمتك اختي. اذا غادير جوج الوصفات، الاولى ديال الحبوب اللي غاتاخذ فيها معلقه كبيره قلنا ديال زيت الخروع ومعلقه صغيره ديال زيت السلميه، غتخلطهم مزيان، دفيهم في حمام مريم ودهن بهم البلاصه اللي عندها فيها الحبوب، تخليهم مده ديال ساعه ثم تغسلها. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي بالنسبه للكحوليه والبقع السوداء اللي كتكون في البشره، غتاخذ جوج معالق كبار ديال المكور محكوك، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الياغورت الطبيعي، غتخلطهم مزيان وغدهن بهم البشره ديالها وتخليهم مده ديال ساعه ثم تغسلو. هذه العمليه كديرها ثلاثه المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. معنا زهيرة من الحوز. السلام عليكم زهيرة. سلام، كي دايرة؟ عاودت عليك. الله يبارك فيك أخت زهيرة. ناخذ سؤالك للدكتور عماد، مرحبا. السلام سي الدكتور، بخير؟ صباح النور لالا زهيرو. نعم، شنو هو السؤال ديالك؟ الله يطول لي في عمرك أختي، الله يبارك فيك. شنو هو السؤال ديالك أختي؟ الله يحفظك أخويا. عندي أسمدة في وجهي، عندي تجاعيد بزاف في وجهي، ما عرفتش فين ندير لهم. ما عرفتيش أش بدير لهم؟ أنا غادي نعطيك وصفة إن شاء الله. يلا غتاخذي معلقة كبيرة. غير غادي نقصوا من الصوت لأنه شعل الراديو باش تسمعك مزيان دكتور عماد. إذا معلقة كبيرة ديال الطيل الأخضر. غتلقى الطيل الأخضر؟ موجود. كاين. معلقة كبيرة ديال الحليب دافي. جوج معالق كبار ديال ماء الورد. معلقة كبيرة ديال خل التفاح. وهادشي كامل غتجمعيه ببيضة. من الأحسن تكون بلدية. إذا تخلط هذا الخليط، نعاود معلقة كبيرة ديال الطين الأخضر. معلقة كبيرة ديال الحليب دافي. جوج معالق كبار ديال ماء الورد.
معلقه كبيره ديال خل التفاح وبيضه، من الاحسن تكون بلديه. غتخلط هادشي كامل تيتجمع لك، ثم غدهني به البشره ديالك وتخليه مده ديال ساعه وتغسليه. هاد العمليه غادي ديريها 3 مرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. اختي عندي الشعر كيطيح بزاف. ايه واخا. وعندو كنكون ديما بارده، الجسم ديالي ديما بارد. واخا دكتور عماد باش تفيد ماليكا. اذا بالنسبه للشعر اللي كيطيح بزاف، حاولي تاخدي اتاي اخضر، الشاي الاخضر، وغتزيدي لي يعني معلقه كبيره الشاي الاخضر ومعلقه كبيره ديال الياسمين ورد، غتخلطيهم، غادي طبخيهم في نص سيترو ديال الماء، تخليهم تيطلق مزيان، تيعقد مزيان عفوا، ثم هذاك الماء غدهني به الجلده ديال شعرك وشعرك، تخليه مده ديال ساعه وتغسليه. العمليه كديرها 2 مرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. وبالنسبه للجسم يعني السخونيه اللي كتحسي بها في الجسم ديالك، غادي تاخذي 3 ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر، وغتاخذي 2 وريقات ديال السلميه، وغادي تخوي عليهم تقريبا كاس كبير ديال الماء مغلي، ما تطبخيهمش يعني، تخوي عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق مزيان، وهذاك الكاس تحاولي تاخذيه في الليل واحد 3 السوايع قبل النعاس مده ديال شهر. شكرا لك كثير دكتور عماد ميساب، دكتور الصيدله والاختصاصي في العلاج بالاعشاب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.